شنو اسمك؟ ايش قد مواليدك؟ اسمي جلال حسين جميل، مواليد 97. اسباب جريمتك؟ سيدي قتلت زوجتي. ليش قتلتها؟ سيدي والله قتلتها لان كل اسبوع اجيب 5 كيلوات خيار وقطيع عسل وكل 3 ايام طبق ابيض. يعني قتلتها لان تاكل هواي؟ لا سيدي، يا ريت تاكل هواي. سيدي سوى خلطة لوجهها، خمرة وبيض وعسل، وتخلي خيار على عيونها، واني والجهال نتغدى ونتعشى خبز وشاي، تقول بالحصار. سيدي يا ريت وجهها حلو. سيدي تقول ختم وزارة الدفاع بطشة لحم، الله وكيلك. اذا مو حلوة ليش تزوجته؟ او ليش ما اخذته للصالون؟ سيدي اهلي قنعوني ناخذها، لان لا مؤخر ولا مقدم، والتفصيل مجاني عليهم. التفصيل مجاني عليهم، يعني الزفة هم يكفلون. وانتم ما تردون تخسرون فلوس اخذتوها؟ لا سيدي، احنا هم ما نريد نخسر فلوس، بس هم سيدي مسوين عرض خاص.